السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد جينا باش نصوروا لكم أخطر طريق ديال أمزلوك، أخطر البراجات. هذه المنطقة كتواجد خاص في الصحراء المغربية أمزلوك، راكم عارفين أمزلوك صعب جدا ماشي سهل. هتشوفوا معنا أخطر هاد البراجات، ديجا صورناهم ولكن كنا درنا واحد الأغنية خاصة في الفيديو اللي صورناه هنا في 2019 ولكن حذفناه بعد المشاكل ديال اليوتيوب. ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم واشتركوا في القناة ديالي وساعدونا باش نوصلوا القناة 400K. كما كتشوفوا معنا البراجات خطيرة، طريق ديال أمزلوك صعبة جدا ماشي سهلة، واجب الحذر، حذاري ثم حذاري من هذا الطريق. بعد الحادث السير كيكونوا هنا بعض المرات دائما نلقاو بعض المشاكل خاص في هذا الطريق، وهذا الطريق غادية إلى أصازاك إلى المحبس، هذه طريق ديال المحبس ولكن كيقولوا لها طريق ديال أمزلوك. هذه أخطر من أقولي مغر. وهذا الفيديو راه كنصوره لكم في رمضان، راكم عارفين صعب جدا تتكلم في شهر رمضان كيكون صعب، ولكن الخدمة ما كترحمش، ما كتعرف لا رمضان لا عواشر لا حتى شي حاجة، هذا هو الواقع. اذا كما كتشوفوا معنا اللهم بارك، هاد الطريق وهاد الجبوله اللي قدامكم خيال، هادشي واعر. والبلايك هنا كاينين 60، ما تفوت 60، وهنا ممنوع الدوبلي باش نكون واضح، يعني الحذاري من الدوبلاج هنا تقدر تسبب كارثه. والسرعه 40 50 60، ما تفوت 60، هذا هو الواقع. العقل السليم في الجسم السليم. وردوا بالكم، حذاري ثم حذاري، راه الهاتف صعيب، راه كيسبب بزاف ديال المشاكل. والله شتي الهاتف كيسبب بزاف ديال المشاكل في حديده السير. انا كنصور لكم ولكن مركز على الطريق، هذا هو الواقع، انا مركز على الطريق ماشي كنشوف التليفون. تبارك الله. اذا هذه هي الطريق ديال امزلوك، غادينا بسرعه هادئه، ما غاديش بسرعه، غادي بشويه. وش الطريق الى المنطقه ديال المحبس ان شاء الله بحول الله. صراحه توحشت الصحراء المغربيه، توحشت المحبس، توحشت اسا، توحشت الزاك، وهاد المره تقول لهم توحشتهم كما كتشوفوا اللهم بارك. اذا هذه الصحراء المغربيه باش نكون واضح، حاليا كنتوجه في الصحراء المغربيه. اذا درجه الحراره مرتفعه تماما باش نكون واقعيين، درجه الحراره مرتفعه خطيره بزاف، درجه الحراره وصلت وقيله اليوم 40. وانتم كتشوفوا باش تعرفوا بعينه، حتى حنا راه كنديروا مجهودات وكنضربوا تمارا ديال بصح باش نصوروا لكم شي حاجة جديدة. اللهم بارك. طريق إلى المحبس، البراجات، أمزلوك. إذا الطريق زوينة كما كتشوفوا اللهم بارك، الطريق ولات رائعة جدا صايبوها، حيت كانت في الأول صعبة جدا، دابا ولات وسعوها ولات القضية مزيان. كما كتشوفوا هاد الجبولة، هادشي رائع جدا وغادي يعجبكم. هاهي يعجب الناس هنا، الناس يعجبهم الطريق ديال امزلوك. اذا اش غادي نقول لكم، الفيديو اللي صورناه هنا وصل شي 30000 مشاهده اللي حذفناها. وصل 30000 ديال امزلوك، وديجا صورنا ثلاثه الفيديوهات في الطريق ديال امزلوك، هذا الفيديو الرابع. وان شاء الله نتمنى نصور لكم مزيد ان شاء الله في الصحراء المغربيه. الصحراء المغربيه
دائما نموت عليها، الصحراء المغربية والمغرب في صحرائه الى الابد. ودائما كندير واحد المجهودات، وفي نفس الوقت كنضربوا كيلومترات كثيرة باش نصوروا لكم الفيديوهات كما بغيتو نتوما. اذا ربما يقدر غادي نفطروا في الطريق، جبت معايا كل شيء، غادي نفطروا في الطريق. وانا هذه هي قاعدتي دائما، عندي واحد التجربه كبيره في المغامره في التحديات، عندي واحد التجربه كبيره كما كتشوفوا البلاكه ديال 60. هنا ضروري خصك ما تفوت 60، باش نكونوا واضحين. الا شاء الله فتي 60 راه اختلفتي القانون، هذا هو الواقع. وفي نفس الوقت الا فتي 60 راك في خطر، فهمنا؟ اذا هذه البلاصه النزول في الطريق ديال امسلوك. سلام السلامة 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 السلامة. وانت ما يمكنش، اش هاد الشيء في السماء؟ واو، واش هاد الشيء؟ اش واقع؟ وما كيبان والو، والسماء ما كتبانش، اش هاد الشيء؟ وحق الله، كاين العجاج، واش هاد الشيء؟ ما عرفتش الجو هنا في شكال. يبان لكم السماء، والو ما كيبانش نهائيا، ما كايناش الضبابة، والله ما كايناش الضبابة باش نكون واضح. اذا دائما الحذر، ما تقولش لا الطريق خاوية، دائما خصكم تردوا البال. اذا دابا حاليا راه دازت واحد السيارة، دازت واحد السيارة، ما تشوفوش الطريق خاوي وتاخذ راحتك، لا واجب الحذر. سايق الطوموبيل واجب الحذر، دائما الحذر. ايوا كما كتشوفوا اجواء خياليه، اجواء رائعه جدا ممتعه، اللهم بارك. دان هنا كاين الاوديه، باش نكون واضح كاينين الاوديه هنا. ان شاء الله ملي تفتح لنا الفرصه غادي نجيو نصور لكم الاوديه. هو هذا الكبير ديال واد الدرعه غادي نصوروه حتى هو ان شاء الله، غادي نصوروه واخا ما فيه الفياضه، غنمشيو ليه نصوروه بالطريقه ديالي ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله ملي يكون الفيضان نجي نصور ان شاء الله بحول الله. اذا الطريق صعبه جدا كما كتشوفوا، هاد البيراجات راكم عارفين، هنا البلاكه ديال 40، اذا واجب هنا تمشي ب 40. علاش تمشي ب 40؟ حيت كاين هنا البيراج، هنا الطريق صغيره خصك تمشي ب 40، ب 40 ودير الفيتاس هنا الثروازيام فقط، وممكن دير كاع الدوزيام الا بغيتي على حسب. اذا اجواء خياليه، اجواء ممتعه تماما كما كتشوفوا، اللهم بارك. سبحان الله. اذا درجه الحراره مرتفعه هنا تماما، ما تخيلوش اخوتي درجه الحراره مرتفعه بزاف بزاف بزاف. درجه الحراره دابا حاليا بحال كانت توجدوا شي كوكب اخر. الا شفنا اكادير الجو، يا سلام، الجو صافي رائع جدا. هنا بحال الا كنتواجدوا في الكوكب المريخ، حيت الكوكب المريخ بحال هاد الطريقه يدير. شتي الكوكب المريخ شبه بحال هكا الكوكب المريخ، حتى هو كيكون فيه بحال هاد الشيء، كيكون فيه هاد الضبابه ديال التراب، والجو ديالو الرطوبه ديالو صعبه جدا، صعبه جدا. اذا اجواء خياليه، نتمنى الاعجاب ديالكم الاخوان، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. حنا راه كنديروا مجهودات باش نشارك معكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. وحاليا غادين الى المحبس ان شاء الله، وانتظروا المزيد ديال الفيديوهات خاص في الصحراء المغربيه. حنا علينا غادي نديروا، راه كنديروا مجهودات وكنضربوا كيلومترات كثيره باش نديروا واحد الصحراء المغربيه، واحد الضمير، واحد الحب، حب للصحراء المغربيه. والله ينصر ملكنا محمد السادس، عيش الملك. هانتوما كما كتشوفوا ساك المحبس، الكيلومترات اللي كثيره، اذا المحبس بعيد هنا تماما، ولكن حنا دابا حاليا قربنا نوصلوا اسغ. انا كتعجبني الصحراء المغربيه، واخا فيها المناخ صعب جدا، درجة الحرارة مرتفعة، المناخ ديالها في شكل كما كتشوفوه، ولكن كتعجبني، كتعجبني الصحراء المغربية، كنرتاح فيها. إذا كما شفتوا الفيديو من البداية حتى النهاية ديال أمسلوك،
حاليا غادي نساليو الفيديو ومن بعد غادي نتفرجوا الفيديو ديال المنطقه ديال الصحراء المغربيه في المنطقه ديال المحبس. تحياتي الصحراء المغربيه.